ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث المختص في الشأن الليبي الأستاذ رضا شعبان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رضا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك أستاذ رضا. لأكثر من مرة طبعا استراتيجية الطائرات المسيرة تفشل في ليبيا، يعني حيث يتم إسقاطها من قبل الجيش الوطني الليبي، طبعا نتيجة لقرار القيادة العامة للجيش الليبي باستهداف كل ما له صلة بدعم تركيا للميليشيات وتدخلها في الأزمة الليبية. يعني هل تتوقع استمرار أنقرة بهذه الاستراتيجية؟ أقصد هنا المسيرات طبعا. نعم، هو بداية يجب توضيح شيء عكس ما هو رائج. الرائج أن تركيا تدعم ميليشيات ليبية في صراع محلي، لكن في اعتقادي أن الأمر هي حرب تركية مباشرة على ليبيا وجيشها الوطني. تركيا العثمانية التي تتنفس على لسان أردوغان تكره فكرة الدولة الوطنية وتحاول بشتى الطرق الحيلولة دون قيامها، وحتى إن قامت دولة وطنية أو هناك محاولات مثل الحالة الليبية تحاول إجهاضها وإرهاقها بأدوات وظيفية محلية مثل الإخوان، أي الإخوان ومشتقاتها من قاعدة وجماعات مقاتلة وداعش وغيرها هي أدوات لتركيا، وليست تركيا تدعم صراع محلي، طرف في صراع محلي. الحرب تركية مباشرة على الجيش الوطني الليبي. تركيا تنهك الجيوش الوطنية بدعم لا محدود للميليشيات حتى تصبح ليبيا نهبا لكل من هب ودب. تاريخيا فعلت ذلك تركيا العثمانية في عام 1911، أرهقت المجاهدين حتى سلمت ليبيا جاهزة للاحتلال. تركيا تخوض حربها الأخيرة استهدافا لها منافع كثيرة في تدمير ليبيا، منها غسيل أموال الميليشيات، منها إيجاد موطئ قدم لها في شمال إفريقيا وعلى مشارف مصر، منها سرقة نفط الليبيين عبر العصابات وبيعه، منها فوائد سوداء كثيرة لتركيا العثمانية أو تركيا الأردوغانية. الجيش الليبي أسقط حتى الآن أكثر من 16 درون تركي ما بين استطلاعية وهجومية، إضافة إلى تدمير أكثر من 8 غرف عمليات تركية حتى الآن موزعة ما بين مصراتة وزوارة وسرت وطرابلس. كما كشف الجيش الليبي عن قائمة تضم 19 خبيرا عسكريا تركيا يديرون الحرب بشكل مباشر ضد الجيش الليبي وضد الليبيين من داخل معتيجا ومصراتة، وليست اخرها غرفة عمليات بوكرين التي تتوقف المسافة بين سرت ومصراتة. الجيش الليبي منذ اسبوع واجهزته الاستخباراتية احبطت مخططا تركيا في الجنوب لتصفية 150 قيادة عسكرية ليبية. نعم استاذ رضا، يعني وفقا لما ذكرت، يعني برأيك هل يجدي استنجاد حكومة الوفاق بأنقرة يعني ميدانيا على الأرض أقصد هنا، وإلى متى ستستمر تركيا بالتدخل في شؤون ليبيا وزعزعة استقرارها برأيك؟ تركيا لا تتدخل في الشأن دي، تركيا لا تتدخل لصالح طرف. حكومة الوفاق، حكومة الوفاق ومشتقاتها وميليشياتها وعصاباتها الإجرامية تعمل لصالح تركيا وليس العكس. تركيا تخوض حرب مباشرة على ليبيا ومقدراتها وجيشها وشعبها. الوفاق لا يستعين بتركيا، تركيا هي التي تستعين بالوفاق وميليشياتها وعصاباتها. يعني دعينا نضع الصورة في حقيقتها، حرب تركية مباشرة ضد ليبيا وضد الجيش الوطني لسرقة مقدراتها. نعم الباحث المختص في الشأن الليبي الأستاذ رضا شعبان، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الملاحظات.